قول المؤلف رحمه الله، وفي هذا تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، وهذا مجمع عليه في الجملة. يقول قوله في الجملة، لماذا قيده بهذا القيد؟ وهل هناك أمور لا تكفرها التوبة؟ لا، ليس هناك ذنوب لا تكفرها التوبة. لا، ليس هناك. التوبة تجب ما قبلها من الذنوب، كبائر، صغائر، كفر، شرك. التوبة الصحيحة تجب ما قبلها، والحمد لله. نعم.